وغناخد وئام من مدينة فاس 24 سنة. أهلا بك وئام. أهلا بك أخويا، بارك الله فيك. تفضلي وئام. وي أخويا كما قلت لك أنا يا هو يهبدني التصاور وأنا شوف وئام داكشي قلتيه لي أنا دابا غتقوليه للمستمعين. يلا عاودي لنا من الأول شنو كاين. المهم بغيت نرتاح هاد الليلة داكشي علاش. مرحبا بك وئام، حنا كنسمعوك الوقت كله ديالك، تفضلي. المهم فين ما كيهضر معايا خويا كنبقى مرتبكة وكنبقى متخوفة وكنبقى مرهبة. واخا وئام انت قلتي لي كثر في واحد الشاب، كنتي على علاقة مع واحد الشاب وقعوا بيناتكم بعض المشاكل. لا انا يا بغيت معاه المعقول. وئام دابا عاودي لنا كيفاش تعرفتوا، كيفاش شحال دوزتوا مع بعضياتكم وشنو وقع من بعد؟ المهم تعرفنا غير في رقم تليفون، غير رقم تليفون غلط. هذيك بقى نشوفو نتلاقا وقلت له ولد الناس اللي كنتي نازل معقول انا نيتي حسنة زعما ماشي، قلت له واخا تلاقينا. من بعد ما تلاقينا مشينا لواحد البلاصة، مشينا لديك البلاصة صافي، مشيت لواحد الصديقة ديالي وقلت الصديق ديالها تا هو كنا كنصورو بعضياتنا. راك عارف الانسان ملي كيكون فرحان ونشط تيبغي يوثق اللحظة. المهم هو خدا التاور ودابا فين ما تي. المهم قلت له صافي ما بقيتيش ناوي معايا المعقولة والناس ما عندكش نبقاو دايرين بحال هكا، كل واحد ياخد طريق زعما ياخد طريقه عفوا. اها يا هادي كيسوني عليا ما كنبغيش نجاوبو. كل مرة كيسوني عليا ما كنبغيش انا نجاوب، تين ما كنشوف النمرة ديالو كيطيح فيا مص. نعم علاش كيطيح فيك مص؟ كنقول ها هو عاوتاني غيهضر معايا عاوتاني يقول لي شي حاجة واحدة أخرى. ديما تيقول لي صافي انا غادي ندير اللي كنت. انا واحد المرة دخلت غير واحد صاحبتي قال لي وحق الله العلي العظيم وهنهارش معه يا حسن ديال لك ونسأل لك ونسمع لك ونقول لهم هاد السيد ها شنو كدير وها شنو كتفعل وها شنو كتفعل والحمد لله ما كندير حتى شي حاجة. عصبني حياتي عقدني بزاف ديال الحوايج، وليت كنفكر كنقول نمشي ندعي غن هاد غن قلت ندير غير شوها راسي. اصلا الحمد لله ما كاينش تصاور لي مشوهين او شي حاجه بحال هكا. ايوا الحمد لله عادي، قالت بالطبيعه في جرده قالت فيها الناس عادي. واخا وئام اخويا هاد السيد شحال ديال الوقت وانت كتعرفيه؟ تقريبا شي عام. عام وهاد الصور اللي عندهم احتفظ بهم واش ديال اول لقاء تلاقيتو ولا ديال لقاءات اخرى كانت من بعد؟ لقاءات اخرى. نعم عرفتو انا واش مازال عنده محافظ بهم زعما او مشاولو او غيتي يبغي ديال لي بحال هكاك ما عرفتش. واخا هاد الصور اللي عنده قلتي لنا بلي هما صور عاديين. عادي يعني ما فيهمش شي حاجة غلط، ما فيهمش شي وضعيات، المهم ماشي هما هادوك. لا 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 الحمد لله اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. داكور انا غير بغيت نقول لك واحد المسألة. هاد السيد شحال الفرق بينك وبينه في السن؟ هو عنده 28 و4 سنين. يعني 4 سنين بيناتكم. واخا وكيفاش انت تبين لك انه ما بقاش باغي المعقول؟ المهم بقى كيطلب مني شي حوايج انا ما بغاش نديرهم. صافي ما بقيتش بغيت نهضر معاه، ما بقيتش بغيت نشوفه صافي.
ما بقيت باغية منه حتى شي حاجة، بقيت باغية منه غير يبعد مني. وهو تيقول لك، هو تيقول لك الا ما عطيتيني شي داكشي اللي بغيت، او لا ما خديتش شي داكشي اللي بغيت غادي نشر داك التصويرات ديالك في الانترنت، ياك هادشي اللي قلتي لي؟ صح. من حيت هددني المره الاولى ومشيت لعندو. ها قلت له شنو هادشي كدير واش انت حماقيتي ولا هذا؟ قال لي اللي انت كتعصبيني كتهذا كتخليني نحضر بلا ما نشعر كتخليني هذا وكان تزاوبيني كاع ما ندير بحالك. قال له اصلا عيطت نضحك معاك. اي حيت مشيتي عنده طبيعي. طبيعي عادي. والمرة الثانية ملي ما بغيتيش تمشي عنده رجع لنفس التهديدة في المرة الأولى. انا كنقول غير المستمعين يفيدوني بشي حاجة، الله يرحمكم الوالدين. هادشي اللي تنقول، وتنقول أي بنت ما تمشيش عند شي إنسان تصور معاه، وأي بنت ما تكونش متحدة مع شي واحد ويجي شي واحد يخطبها وتقول له لا توكل على الله، أما هذاك اللي تهدر معها أو صاحبها أو شي حاجة هذاك العلاقة. كنقول لأي بنت وكانت كتهدر مع شي واحد وكتقول له أجي خطبني تقول هاد الشهر هذا 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 كيمشي هكاك، مشيت أنايا وقع لي مشكل كثار من هذا اللي أنا معاه تصور. نعم مهم علينا. واخا حنا خلينا غير في هذا، الاشياء الاخرى ربما تتكوني مستعده انك تقوليها محبابي. حنا المهم كنقول اي بنت ما تبقاش مع شي انسان هو كيقول لها هاد الشهر هاد السيمانه غنجي هذا، اي بنت تقدم لها شي واحد للدار ديالهم توكل على الله. نعم. ولا قالت الا قالت لها الام ديالها اشنو ديري واشنو ديري توكل على الله. يعني انت كتشوفي في راسك انك ما ديتي شي على كلام والديك داكشي باش وقع لك هادشي؟ صح. ياك. واخا وئام اخويا، اولا انا زعما المهم واحد الراي بسيط جدا. اولا ما كايناش شي سيبه في البلاد، حتى شي حاجه ما كدار السيف، يعني حتى شي حاجه ما كيديرها الواحد بالغصب. صافي ما ياك ما تفهمناش، ما الله يعاوننا. واخا غير نكمل. مرحبا خويا. هاد السيد هذا اللي كيهدد فيك انا ما غندخلش معاك في لي ديتاي امور الفقهيه، واش مشيتي معاه حلال ولا حرام ولا جلستو ولا كذا ولا كذا ولا كذا، حيت انا ماشي فقيه، مش التخصص ديالي هو المجال الفقهي. انا دابا كنناقش معاك يعني الوضع اللي طرحتيه معانا دابا. اولا كاين، شوفي نقول لك واحد المساله، منين شي حد كيطلب شي حاجه، منين شي واحد كيطلب شي حاجه وما كنمكنوش منها، فهمتيني؟ المره الاولى المره الثانيه كيمشي كيبعد بحالاته. دابا ربما الخطا اللي درتي انت هو انك تعاملتي بشكل ايجابي في الاول، يعني بينتي ليه الخوف، بينتي ليه انك خايفه. كيقولوا لي الناس كيقولوا لي بلا انت خايفه كنت كدوري فيه وتسبيه وتهدا وتهدا كاع ميين. انا ما تنقولكش تسبيه، انا تنقول لك شوف شوف مثلا نسبو ولا شي حاجه، انا اصلا ما نتعاملش مع شي انسان بشي حاجه ديال داخل. شوفي ام هذا سميتو الابتزاز، فهمتي؟ هادشي اللي كيدير لك هاد السيد كي من غير التهديد كيبتزك بهذوك الصور اللي عنده. يعني كي تنقولو شاد عليك واحد الحاجة، وانتيا عندك تخوف، ولو ان دوك التصاور عاديين عندك تخوف من انهم يبانوا ويتنشروا في هاد شبكة التواصل الاجتماعي وهادشي ديال الواتساب وكذا اللي ولا دابا، وبالتالي هادشي غيكون عنده نتائج وخيمة عليك، يعني الوالدين ديالك غيعرفوا، الجيران، الناس اللي قراب ليك. انا متخوفة بزاف ولكن ما عرفتش. شوف انا نقول لك واحد المسألة. مرحبا اخي. هما الاخطاء كنوقعوا فيهم كاملين، ما كاينش شي اللي ما تيوقعش فيه في الاخطاء. ياك؟ ولكن
الخايب هو أننا نخاف من أننا نصلح أخطائنا. واش فهمتي؟ فشكون اللي حسن؟ واش تفاتحي شي حد في عائلتك يا الوالد ديالك يا الوالدة ديالك اللي قراب ليك في الموضوع، تمشيو ديروا الإجراءات القانونية ديالكم وتبتي فعلا باللي داك السيد راه كيهددك؟ لا ما خويا، انا ما نقدرش نهضر حتى مع شي وحده، مع الوالده او لا مع الوالد. واخا واخا هادشي تقدري ديريه بوحدك كاع، حتى لا ما قدرتيش تهضري مع والديك، وان كانت ربما عندها النجاعة ديالها، يعني غادي تكون احسن الا قدرتي. واش فهمتي؟ علاش؟ باش كل احسن واش تمشي وتبيني ليه فعلا انك ما خايفه شي منه، تبعي الامور ديالك، فهمتيني؟ اخويا وما يحس كي تنقولوا بالدقه منين جاتو، يعني الامور القانونيه راه ماشي غادي خصك ديريها، ولكن غادي ديريها بشكل ما باينش، يعني بشكل سري. واه داكشي اللي كاين بلا ما نبين لك. فوالا، وتحاولي تثبتي دوك التهديدات اللي كتعرضي ليهم، اما دابا عطى الله لكن عندك شي هاتف ذكي، عطى الله دوك لي زابليكاسيون وداكشي اللي كتسجلي وكذا، ممكن تسجلي اتصال. راه المسائل باينه، داكشي باش تفكر المساله ما فيهاش السيبه، ما فيهاش انا غير بغيت نهدد وراني غادي نهدد. كيقولوا لي الاصدقاء والبنات حماتي كيقولوا لك خليه يدير اللي بغى يدير، اصلا ما عندكش تصاور مشوهين او شي حاجه، ما يقدرش يدير حتى شي حاجه. انا غير اللي بغي نقول لك، غير اللي بغي نقول لك لله الحمد. هو اخويا معك، هو ما تضعفيش امام اي واحد، ماشي غير هذا السيد، امام اي واحد كيبغي يفرض عليك شي حاجه. انا ما ضعفش اللي غتمسك في كرامتك ولا في جسدك ولا في شخصيتك، فهمتيني؟ ما تنضعفوش قدام هذا النوع. واه بصراحة أنا ما بغيتش ندير معاه شي حاجة اللي هي هذاك حقك، تكسر الخاطر ديال عائلتي أو خوتي كيشوفوا فيا واحد النظرة زينة، ما بغيتش هاد الحوايج هادو كاملين، ما بغيتش نطيح فيهم أنايا. بغيت نكون هذيك الإنسانة اللي ديما كيشوفوني فيها بنظرة زينة، ما بغيتش شي واحد يدوز حدايا ويشوفني يشوف ناقصها أو شي حاجة. داكشي اللي كاين. نعم اويا. اذا انا كيفما قلت لك ما خصكش تضعفي، هذه الاولى. وتتبعي الامور بالتدريج. فهذاك السيد غتمشي عنده واحد النهار وغتجلسوا اطابل في بلاصه عموميه في مكان عام. جيني. يا اما انت وشي صاحبتك ولا شي حد اللي كتثقي فيه ولا شي واحد من العائله ديالك اللي ممكن يكون كتثقي فيه وتهضر معاه تقول له يا ودي راه انا ما خايفاش. ممكن اخويا واخا، والثانيه روشار التلاليك داكشي علاش، واخا غير سمعينا عبر الميديا، والثانيه هي تتبعي الامور القانونيه ديالك. ويحمل الوالدين من المستمعين اللي كان عندهم شي حاجه. وطبيعه الحال ان شاء الله نتمنى عاود يكون شي واحد كيف ما ذاك النهار استجبنا السي رشيد من الدار البيضاء اللي تفاعل معنا في موضوع ديال لالا شيماء اللي ما كتولدش وتعامل معنا وتجاوب معنا في المجال الصحي. نتمنى عاود شي واحد اللي التخصص ديالو في المجال القانوني يعطينا شي وجهة نظر، وكذلك حتى الجانب المجتمعي المستمعات والمستمعين نتفاعلوا مع لالا وئام ونعطيوها الرأي ديالنا.